بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 44. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل الكلام على الآيات من قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، إلى قوله تعالى: ولهم عذاب أليم. قد انتهى بنا الحديث عند قوله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم، وذكرنا أن الابتلاء هو الامتحان، وأن الحكمة في ذلك ليتميز الصادق في إيمانه الصابر على دينه من ضعيف الإيمان أو المنافق الذي يجزع ويتسخط عند المصائب. لتبلون في أموالكم، بما يصيب الأموال من التلف أو النقص أو الضياع أو غير ذلك، وأنفسكم، ما يصيب الأنفس من الموت أو الجراح أو المرض. ثم قال تعالى: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، مراد بهم اليهود والنصارى، تسمعن من كلامهم فيكم وقدحهم فيكم أذى كثيرا، يؤذونكم بالكلام وبالسخرية وبالتحريش وبالتهييج والتنفير. هذا يحصل من اليهود والنصارى مع أنهم أهل الكتاب ويعرفون الحق، ولكنهم يفعلون هذا من باب الحسد والكبر على المؤمنين. وكان اللائق بهم وهم أهل الكتاب أن ينقادوا للحق وأن يكونوا مع المؤمنين، فهذا تعيير لهم في أن الله أعطاهم الكتاب ولم يعملوا به، وهذا يتناول كل من أعطاه الله العلم فخالفه ولم يعمل به وآذى المسلمين وضايقهم. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا، من المشركين الذين ليس لهم كتاب، ومن سائر طوائف الكفر. هذا توطين من الله للمؤمنين بأن ما يحصل عليهم من أذى أعدائهم الكتابيين والوثنيين والملحدين أنه شيء لا بد أن يقع لأجل الابتلاء والامتحان، فعلى المسلمين أن يصبروا على أذى الكفار وأن يتمسكوا بدينهم وأن ينتظروا الفرج من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وإن تصبروا وتتقوا. إن تصبروا عند نزول الفتن ونزول البلوى في الأموال والأنفس، وتصبروا على أذى الكفار وكلام الكفار، إن تصبروا على ذلك، والصبر معناه حبس النفس عن الجزع والتسخط، وإن تصبروا يعني لا تؤثر فيكم هذه الحوادث وهذه المقالات الخبيثة، إذا صبرتم على ذلك تمسكتم بدينكم ولم تلتفتوا إلى هذه الأشياء، وتتقوا الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره وترك نواهيه. وهذا يعطي أن المؤمن إذا أصابه فتنة أو أصابه أذى من عدوه فإن ذلك يزيده تمسكا بدينه وتقوى لربه. ومن اتقى الله جل وعلا فإن الله يحميه وينصره، كما قال تعالى: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فهنا جمع بين الصبر والتقوى، الصبر على المكاره
وتقوى الله جل وعلا بالتمسك بدينه والعمل بطاعته وترك محارمه وعدم الالتفات لما يصيبه من أذى الكفار ومن المصائب التي تنزل به، بل لا يزيده ذلك إلا إيمانا وصبرا وتقوى لله سبحانه وتعالى. ثم قال: فإن ذلك، أي هذا الصبر والتقوى، من عزم الأمور، أي من العزائم القوية التي لا تحصل إلا للأفراد من الناس. فالصبر على أذى الكفار والصبر على المصائب والمحن يحتاج إلى عزيمة قوية. أما الإنسان الذي عزيمته ضعيفة فإنه لا يصبر على هذه الأمور، وهذا مما يدل على فضيلة الصبر والتقوى وفضيلة العزيمة الصادقة القوية، وأن الإنسان لا يكون ضعيف الإرادة، ضعيف الفكرة، ضعيف العزيمة، بل يكون عنده عزيمة قوية على ما يلاقي بأن يصبر عليه ويثبت على دينه، فإن ذلك من عزم الأمور، كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم قال سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، والمراد بهم اليهود والنصارى، لأن الله آتاهم الكتاب، فاليهود أنزل الله عليهم التوراة، والنصارى أنزل الله عليهم الإنجيل، وأيضا هم من أهل التوراة، يعملون بالكتابين، الكتاب الأول والكتاب الثاني. وإذ أخذ الله ميثاق، والميثاق معناه العهد، أخذ الله عليهم الميثاق بما أعطاهم من هذا الكتاب، لتؤمنن به، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هذا فيه الحث على نشر العلم وتبليغ العلم وعدم كتمانه، لأن هذا العلم للناس جميعا، وليس هو لمن أوتيه فقط، وإنما الذي يؤتى العلم إنما هو حمل أمانة ليبلغها ويؤديها، وإلا فهو للناس جميعا. فيجب على من آتاه الله علما أن يبلغه للناس، كما قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. هذا، والله أعلم، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، لنواصل الكلام على بقية الآيات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من أحكام القرآن الكريم.